انا عايز اقول لكم حاجه يا شباب، كل ابن ادم خطاء، كله كلنا بنعمل ذنوب. الله عز وجل قال انكم تخطئون بالليل والنهار، انتم تخطئون بالليل والنهار. فيش بس خير الخطائين التوابون. لما بنغلط وبنعمل حاجه حرام، من كرم الله عز وجل علينا انه ساعات لبعض من يحبهم الله عز وجل يرسل اليه رساله، احيانا بتكون موعظه واحيانا بتكون خير كي تستحي منه، واحيانا بتكون قرصه ود، قرصه ودن كده اللي هو انعمت عليك، اكرمتك، اعطيتك، سترتك، بلغتك كذا. اعترف نفسك، اقبلت عليك ورزقتك، يلا ارجع بقى، توب بقى. شوف البلاء بعين الجزاء عشان تعرف ترجع لربنا سبحانه وتعالى تاني. لو تجرأ أحد عليك فاعلم أنك قد تجرأت على الله عز وجل، فالله عز وجل يحب أن يذكرك أن هذه الجرأة أنت لا تقبلها لنفسك، فكيف تقبلها له؟ فيتجرأ عليك حد فتزعل. فلو انشغلت بفلان اللي تجرأ عليك ما خدتش بالك من الرسالة وما عرفتش تقراها، إنما لو انشغلت بالرسالة ذات نفسها هتعرف إن الكلام كان ليك، كان ليك. بس ربنا سبحانه وتعالى لطيف، الرسالة بتاعته محدش حس بيها، عايزة واحد صاحب بصيرة. فلما تهاب الله عز وجل، الله عز وجل يضع في قلوب الناس الهيبة لك.